أحبتي، نحن في قبرص ومنذ سنين طويلة واستطعنا الحصول على جنسية هذه البلد، يعني بمعنى قانونا نحن أصبحنا متساوين مع كل فرد في هذا البلد، أصله حتى من أي أصل، لأنه في القانون لا تفريق على الإطلاق، لا في الحقوق ولا في الواجبات. ومن حقوقنا الكلام، ومن حقوقنا العمل، ومن حقوقنا أيضا الحماية، ومن حقوقنا أن نستمتع بأرض هذه البلد ونحيا مع شعبها حياة كريمة جميلة. من هنا ننطلق نحن الناطقون بالعربية وأيضا أبناء هذه البلد. ألف تحية. لنبدأ لنقل كلمتنا التي يجب أن نقولها ويجب أن يسمعها الآخرون، ونحن أيضا مثلكم مثلنا أبناء هذه البلد نقدم كل ما نستطيع من أجله، وأيضا نأخذ ما هي حقوقنا. هذا هو العدل، وهذا هو الحق، وهذا هو القانون في هذه البلد. أنا زهير الشلبي مقيم في هذه البلد منذ تقريبا 47 سنة. ملاحظتي أحبتي الأولى بأننا جئنا إلى هذه البلد لأسباب كثيرة، ربما لأسباب اقتصادية أو لأسباب سياسية أو لأسباب اضطرارية أو للصدفة أو للقرابة أو لمحبة التغيير أو لأي سبب من الأسباب، ولكننا أقمنا بها ونحن فيها نعيش كل هذه السنوات ونتفاعل مع شعبها ونعمل معهم ونعيش بحب وبسلام وبدون خوف. وهذه نقاط مهمة، وطالما نحن اخترنا العيش فيها واختارتنا وقبلتنا أعضاء فاعلين فيها ومواطنين، فإذا يجب أن لا نكون سلبيين كما لاحظت خلال السنوات الماضية، إذ هناك كثير من العرب يحملون الجنسية القبرصية ولا يشاركون بالانتخابات مثلا، ولا بالفعاليات العامة، ولا بأي نشاط فني أو أدبي، ولا بأي حياة اجتماعية معينة، ولا حتى ونادرا ما تكون بالأعراس بسبب علاقات المصالح. إذا هذه السلبية يجب أن ننتهي منها، لأننا أصبحنا في مرحلة جديدة. عرفت المجتمع القبرصي عن قرب، عشت مع أهاليه في القرى وعشت في المدينة، وتلاقيت مع السياسيين وتلاقيت مع رجال الاقتصاد، مع كل باقات المجتمع أو مستوياتها أو فئاتها أو إلى آخره، وحقيقة كنت سعيدا بشكل عام. طبعا لا بد من وجود المناقصات، لكن بشكل عام أنا كنت سعيدا وأحس بالأمان وأحس بحريتي وكل شيء جميل. وتربت عندي أسرة طويلة عريضة، وعندي أحفاد، وعندي شاركوا في الحياة الاجتماعية وفي الحياة المدنية وفي الحياة الاقتصادية وكل أنواع الحياة. إذا نحن من هذا المجتمع أصبحنا، بعد نصف قرن أصبحنا من هذا المجتمع، ولكن من الذين يدخلون مجددا ويقبلون كأعضاء مساهمين في هذا الوطن الجديد، لا يمكن أن ننسى أوطاننا الأساسية، لكن هذا شيء وهذا شيء. طالما نحن نعيش وعندنا كل هذه الميزات، فيجب علينا كل هذه الواجبات، ومن هذه الواجبات نحن بصدد الحملة الانتخابية القادمة قريبا خلال شهرين، سيبان أمامنا الرئيس الجديد. أحبتي، من الملاحظات التي شاهدتها هي سلبية بعض الأصدقاء أو بعض الأحبة أو بعض الناطقين باللغة العربية، وقل ناطقين باللغة العربية لتكون واسعة تشمل كل من جاء من المناطق العربية أو من الثقافة العربية. السلبية مثلا لم يشارك في الانتخابات، لا البلدية ولا النيابية ولا البرلمانية ولا الرئاسية ولا، يعني لماذا لا نقول كلمتنا وقد أصبحنا عددا كبيرا؟ هناك من الفئات الأخرى من له عضو مراقب في البرلمان كمثلا حينما تناقش قضية تعلق بهم. أيضا لماذا لا يكون لنا نحن طموحنا كشعب وكناس وكمواطنين كاملين الأهلية القانونية، لماذا لا يكون لنا مكان؟
وقد جاءت هذه الفرصة في هذه الآونة وسأحدثكم عن التفاصيل. أنا حقيقة أحبتي لم أفكر بأن تكون آخر حياتي في أي منصب ولا في ومنذ سنين طويلة منذ أكثر من 30 سنة وأنا لا أتمت فكرة المكان لكن ما حصل هو نتيجة ربما لسمعتي أو لمعرفة بعض الناس المؤثرين فيه. فيبدو أن السيد نيكوس خريستودوليديس قد أراد أن يكون له صلة بالجالية العربية أو الناطقة باللغة العربية كما قلت، فسأل بعض الأصدقاء الذين يثق بهم ويعرفونهم من المخضرمين منذ ميكاريوس ومنذ كبريانو. من ذلك الوقت هناك بعض المخضرمين الذين ما زالوا أحياء أبدوا رأيهم بأن يرشحني لي، فبعث لي مندوبا واتصل فيه، وكانت هذه يعني بمثابة المفاجأة لي، لكنها كانت مفاجأة سعيدة ليس لأنني أنا بالذات بل لأن هناك انتباه لوجود هذه المجموعة الناطقة باللغة العربية. هذه بداية القصة. الحقيقة أنا درست الموضوع ووجدت بالملخص كما بينت في كتاباتي أن الأحزاب التي كانت تعتمد صداقتها مع الدول العربية ومع القضايا العربية وتتعاطف معها هي التي دعمت هذا المرشح. حزب إديك الذي أسسه الدكتور فاسوس ليسيريدس، والكثير منا يعرف هذا الاسم، رحمه الله منذ سنتين توفي أو أقل. أيضا سيد سبيروس كبريانو رئيس الجمهورية الذي زار سوريا وعاش فيها وهو صديق جيد وممتاز للقضايا العربية أيضا وللشعوب العربية. أحبتي هذا من طرف، ومن طرف آخر أنا قررت أن ألتقي به بناء على دعوة منه، فذهبت إليه وجلست معه وتحدث وأحسست بأن هناك شخص شاب ما زال دون 50 متحمس جدا ناضج جدا، فكره واسع، ثقافته واسعة، تجربته واسعة، ومحبته أيضا واسعة. ومن العناصر التي يعتمد عليها بشكل رئيسي هو قوله إن قرارات الحكومة لا تؤخذ إلا بالتفاعل مع الناس، المباشر مع الناس، يعني بمعنى إن من نصدر قانون يتعلق بهذه الفئة من البشر، بالعمال، بالمهاجرين، بأي جهة من الجهات، فهذا يعني التفاعل أولا مع الناس ذو الصلة بهذه المواضيع ثم القرار الحكومي وليس قبل ذلك. هذا أمر مهم. ثم رأيته وقد تصرف تصرفات لائقة بوجود ابنتي كانت معي، وتصرف تصرفا بمنتهى الاحترام ومنتهى التهذيب، ولا سعة الآن لأذكر التفاصيل. فرض علي احتراما في لقاء محدد المدة، حادث محدد وكل شيء. أنا كنت سعيدا لهذا اللقاء، وتقرر مبدئيا أن أكون مستشاره أو شيء من هذا القبيل لموضوع الأصوات العربية في قبرص. إذن أحبتي، بعد ما حصل خلال السنوات الأخيرة، إن كان في حكم اليسار وإن كان في حكم اليمين، في حكم اليسار وجدنا، لا أريد أن أتحدث عن أشخاص هم أصدقائي الحقيقة، لكن النتيجة لم تكن مرضية، وأيضا في هذه الفترة العشر سنوات الأخيرة أيضا لم تكن مرضية على الإطلاق، وتأثرت الطبقة المتوسطة والتي أنا منها ونحن منها وأكثرنا منها، تأثرت ببعض القرارات أو بكثير من القضايا قد نأتي إليها لاحقا. وأيضا هناك قضية الفساد التي ما تزال تحت التحقيق، يعني بمعنى نحن بحاجة إلى تغيير حقيقي. ومن بين كل هذا الركاب الذي حصل خلال السنوات الأخيرة جاء هذا الرجل ليكون هو الأنسب. أنا لا أقول هناك أحد مثالي ولا أحد نزل من السماء، ولكن هناك بين المطروح أمامنا في 8 مرشحين للرئاسة هو الذي أخذ السبق
وفي المقدمة الأولى بين كل منافسي طبقا لاستطاعات الرأي. وهذا ناتج بأن الشعب القبرصي قد استوعب الدرس بأن هؤلاء الجالسين لست بحاجة إليهم وقد عرفتهم. أريد من يأتي حديثا متحمسا واثقا من نفسه واسع الاطلاع، يعرف التجارب القديمة ويعرف التاريخ جيدا، ويريد بكل محبة أن يكون الأقرب للناس، ومنهم نحن. وهذا ما أحسسته في لقائي مع هذا الرجل نيكوس كريستودوليدس. انشق عن الفئة التي اعتقد بأنها ليست هي الأصلح للوطن، وجاء ليحاور الشعب. وخلال هذه الفترة لم يهدأ ولم يفتر عن لقاءات كل فئات الشعب القبرصي، ومنهم نحن، وهذه لأول مرة تحدث. أحبائي، أخلص إلى نتيجة أعتقد أنها منطقية. النتيجة هي لمصلحة كل قبرص أن يشارك كل من هو قبرصي، ونحن منهم، وأؤكد أننا منهم، لأن القانون يعطينا الحقوق كاملة. لا يكتب بأن هذا مسلم أو هذا مسيحي أو هذا عربي أو هذا يوناني أو كذا، لا، يعني نحن يكتب الاسم، مكان الولادة، والجنسية فقط. يعني بمعنى ليس هناك تفريق قانوني، حتى لو وجدنا بعض القليل النادر، وهذا لم يحدث معي حقيقة خلال 47 سنة أبدا، أنه كان هناك تفريق على الإطلاق، بل بالعكس كنا دائما محل تكريم. ويجب أن أذكر دائما بأن كلمة كسينوس، والتي تعني غريب باللغة اليونانية، تعني أيضا الضيف. كسينوس الضيف، بمعنى نحن كنا ضيوف لكننا أصبحنا أبناء وطن. أحبتي، أنا لقد بيّنت في كل ما كتبته حتى الآن الأسباب التي أدتني لاتخاذ هذا الموقف، وللشعور مجددا بأنني شاب رغم سني، فقلبي ما زال ينبض بحب كل شيء. أحبتي، أنا هذه دعوة لمن يريد أن يدرس هذا الإنسان ليقرر بنفسه ويرى من هو الأصلح. لكن بكل الأحوال عليه أن يذهب إلى صناديق الاختراع، لأن هذا واجبه وهو حقه، وهو شيء مؤثر، فقد يكون صوته هو من ينجح رئيسا ويسقط رئيسا. بالنهاية أقدم شكري لمن استضاف مقالاتي ودعواتي وكلماتي على الصفحات العربية، ومستقبلنا كلهم بلا استثناء يعتمد على قرارنا كما يعتمد على اختيارنا. فلنسجل ولنقرر ولننتخب، ولتكن لأصواتنا قوة فاعلة، ولتكن لأصواتنا قوة فاعلة. أريد فرصة، وأريد مبادرة، وأريد أن أكون ذا قيمة. يجب أن أشارك، ويجب أن أتخذ قراري، ويجب أن أدلي بصوتي،
فمستقبلي ومستقبلك ومستقبلنا يعتمد على قرارنا كما يعتمد على أريد فرصة خيارنا. وأريد مبادرة ولنقرر ولننتخب ولتكن لأصواتنا ويجب أن أتخذ قراري فاعل ويجب أن أدي بصوتنا فمستقبلي ومستقبلك ومستقبلنا يعتمد على قرارنا كما يعتمد على اختيارنا. فلنسجل ولنقرر ولننتخب ولتكن لأصواتنا قوة فاعلة ولتكن لأصواتنا قوة فاعلة.